الناشط نواف زميرو، ما هي رسالتكم من هذه الوقفة؟ طبعا اليوم احنا بوقفة احتجاجية كصرخة مدوية ضد التعصب، ضد العنصرية، ضد القتل بدون سبب تجاه الأشخاص مع إعاقة في مجتمعنا العربي. طبعا احنا نلاجئ جميع المسؤولين من الوسط العربي وغير الوسط العربي انهم يستجوبوا وزير الشرطة بإخراج جميع المعلومات المخفية تجاه هذه العملية النكراء. هناك إخفاء لأفلام تجرد جميع صفات الإنسانية لدى الإنسان، فلذلك نريد المعلومات الكافية ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء.